ما حكم وضع الملح في الماء وقراءة الرقية عليه ورشها بالبيت؟ لا أعلم للملح هذا أي فضيلة، أي فضيلة يعني في طرد العفاريت، ما هناك أي فضيلة للملح إنك تضعه مع الماء وتقرأ عليه، ولا أي فضيلة لقرقعة الملح، ولا أي فضيلة لوضع الغلام الصغير في غربال ومع الملح، كل هذا من التخاريف.